وايضا هداف الدوري وايضا احسن دفاع واحسن هجوم. شخصيا الي اللقب الثالث في ظروف صعبه في موسم صعب. هذا شيء يعني الانجاز اجى بتعب المنظومه كامله، كل منظومه نادي الوحدات. نادي الوحدات بيشتغل باحترافيه عاليه، مين ما كان موجود بنادي الوحدات بيشتغل باحترافيه عاليه، الاداره السابقه بقياده دكتور بشار، الاداره المؤقته بقياده وجيه عزازه، الابطال اللاعبين اللي يعني تحملوا العبء الكبير بالموسم الطويل من اصابات ومن تعب من مرض كورونا. الصراحه يعني احنا الفرحه يعني مش مكتمله بالنسبه لنا، ناقصه اللي هي جمهورنا. الجمهور لكن لاحظت اليوم تركت الفرحه اكثر للاعبين، حتى في التتويج الميدالي استلمتها اخر واحد. والله شوف انا دائما خلف جنودي بالانجاز واولهم باي خساره، فانا دائما هذا اسلوبي. انا لاعبيني اذا كان في خساره انا بكون اول واحد، اذا كان في فوز انا بكون اخر واحد. ليش؟ تقديرا لهم. انا بحكي لك لاعبينا تحملوا الموسم الصعب، الاصابات، مرض كورونا. الصراحه يعني ان شاء الله انه هذا الموسم ما يتكرر مره ثانيه. بشكر جميع اللاعبين وبشكر جميع المنظومه، وايضا بحكي حظ اوفر لجميع الانديه، وان شاء الله انه الموسم القادم يكون موسم افضل بكثير من هذا الموسم ان شاء الله. نعم بدي اشكر كابتن عبد الله ابو زمع، وان شاء الله نشوف الوحدات رافع راسنا في دوري ابطال اسيا. صحيح، انا من منبر القناه الاردنيه، ابطال اسيا بدها يعني الجميع يوقف مع نادي الوحدات، جميع الوزارة الشباب، الاتحاد الأردني، رجال الأعمال، لأنه الوحدات راح يمثل المملكة بهذه البطولة، والوحدات بحاجة لدعم كبير ليكون حاضر بهذه البطولة. يعني البطولة صعبة جدا، ولكن إن شاء الله أنا كل ثقة من سمو الأمير علي رئيس الاتحاد وأيضا الحكومة وأيضا رجال الأعمال إنه راح يوقفوا مع الوحدات بهذه البطولة بإذن الله. ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه كابتن عبد الله، بنتمنى لك التوفيق، ومشاهدينا الكرام راح نترككم بكل تاكيد مع مشاهد من تتويج الوحدات ببطوله دوري